السلام عليكم الزول في الله خاوتي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. انا امام مجلس قضاء الويسو فيما يخص قضيه الاستاذ رشيد نكاز. انا رفقه الاساتذه وموضحكم جديد قضيه رشيد نكاز. السلام عليكم استاذه. صباح الخير. جديد في قضيه الاستاذ رشيد. الصباح هذه قضيه رشيد نكاز عقبت قدام غرفه الاتهام. على بالكم باللي السيد قاضي التحقيق مر بارسال مستندات النائب العام اسما باش يحيلوا ديريكتومون امام محكمه الجنايات النيابه استأنفت ذلك الامر. وحنا منذ البدايه رانا نقولوا باللي القضيه تاع رشيد نكاز اولا نفس الوقائع راهو تم التحقيق معاه امام مجلس قضاء الشرف. الحاجه الثانيه هو انه رشيد نكاز القضيه هذه تم سماعه مره واحده فقط، والشيء اللي وصلنا له هو انه متابعه رشيد نكاز وحبسه هو حبس سياسي او قضيه سياسيه بامتياز. لماذا؟ لانه الملف هذا راح يتحال امام محكمه الجنايات بناء على وقائع تسمع عليها واطلق سراحه في مجلس قضاء شلف. اليوم احنا قدمنا امام غرفه الاتهام والتمسنا باللي لازم تحقيق معمق. رشيد نكاز ما عنده حتى حاجه يخبيها، رشيد نكاز رجل سياسي وقام بتصريحات سياسيه ما عندها حتى علاقه لا مع الاجرام ولا مع التهم الثقيله اللي يعني توبع من اجلها. راهي غرفه الاتهام قدمنا مذكره كدفاع وقدمنا ايضا مرافعات شفويه باش نثبتوا لغرفه الاتهام بانه لا يمكن احاله رشيد نكاز امام محكمه الجنايات بملف فارغ مثل هذا الملف. ان شاء الله من العشيه يكون القرار تاع غرفه الاتهام. شكرا استاذه. استاذ السلام عليكم. السلام عليكم. في رفقه الزملاء التوعيه، المهم اليوم ترافعنا امام غرفه الاتهام فيما يخص استئناف النيابه لامر ارسال المستندات من طرف السيد قاضي التحقيق على اساس انه قاضي التحقيق كان يرى ان السيد رشيد نكاز انا يرى ان الجرائم القضايا المتابعه بها رشيد نكاز تشكل جنايه طبقا لنص الماده 166 من قانون الاجراءات الجزائيه. احنا وضحنا امام غرفه الاتهام ونوهنا العداله بانه فيما يخص متابعه رشيد نكاز فيما يخص المواد 77 و79 انه هذا تم تشكيل ملف جزائي يوم 4 نوفمبر امام وتم سماعه امام الضبطيه ببلديه عين مراد التابعه لمحكمه بوقادير والتابعه لمجلس قضاء شلف. ونوهنا المحكمة بأنه فعلا لو كان هذا الشخص مرتكب لهذه كما نقول لك هذه التهم المنصوص عليها لكان كما قال لك تم إيقاع القبض مع عدم السماح له بالمغادرة التراب الوطني. فيما يخص باقي التهم بناء على طلب السيد رشيد نكاز طالبنا كذلك بتحقيق معمق لأنه الملف في حد رشيد الملف لرشيد نكاز يحتوي على قرصين مضغوطين فقط. شكرا أستاذ. السلام عليكم أستاذة. صباح الخير. الله يسلمك. أستاذة سؤال فيما يخص اشاعات اللي سابقه اللي كانوا يقولوا بلي الاستاذ رشيد راه مريض راه في حاله خطيره، واش تقولي؟ واش نقول لك؟ نقول لك بلي كنا شفناه الاساتذه كيما راهم الاستاذ عسول هنايا الاستاذ راه معنا شفنا شحال من مره سبورت تري بيان الحمد لله. سي فري كان شيان ان سيغتان مومون بس سي توتا في نورمال باسكو راه في الحبس سي نورمال بصح الحمد لله راه جاب سادير ما فيه ما عنده حتى مشكل. Il nous a tous rassurés, il a rassuré les gens qui le suivent, qui le soutiennent, mais comme quoi il est très très bien, il se porte bien. Bon, on ne dit pas qu'il est très très bien, mais quand même il se porte bien. Côté santé, ça va, mais il n'y a pas de problème. Voilà, il procède pour rassurer les gens. Quant à son dossier, qui m'a pris le zoom à l'heure, il a mis l'œuf, il a signé un mahd. وداروله ملفين رغم ان القضيه تتعلق بنفس الوقائع الا انه اعيد صياغتها بطريقه اخرى. والسيد النائب العام اذا كانت النيابه قامت باستئناف من اجل اجراء تحقيق تكميلي، وحنا كنا اول مره كما قالت الاستاذه جديد عسول رانا مع النيابه باش نديروا تحقيق تكميلي والموضوع اللي تهدروا عليه الاساتذه وفوالا. شكرا استاذه. شكرا. السلام عليكم. الله يسلمك.